الضربة القاضية لإثيوبيا. لهذا السبب أقال أبي أحمد وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش وعلاقة مصر بالأزمة. مع تصاعد وتيرة الأزمة في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، بدأت الحكومة الإثيوبية برئاسة أبي أحمد في اتخاذ خطوات غير مدروسة وفقاً لمحللين وخبراء سياسيين. ففي قرار مفاجئ صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبية، فقد أعلن أبي أحمد إقالة كل من وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش. وبالرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي لم يذكر أي سبب بشأن تلك التغييرات، إلا أن كثيرين ربطوا بين تلك القرارات وبين العمليات العسكرية التي بدأت منذ أيام في إقليم تيجراي في أقصى شمال البلاد. هذا ما تم الإعلان عنه، ولكن ما وراء سطور في إقالة عدد كبير من قيادات الجيش الإثيوبي هو مخاوف أبي أحمد من انقلاب عليه قد ينفذه الجيش الإثيوبي. مخاوف رئيس الوزراء الإثيوبي جاءت بعد تصريحات لعدد من قادة الجيش عبروا فيها عن رفضهم للمعارك في إقليم تيجراي. ومن بين تلك التصريحات ما قاله بها برهانو جولا نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي في تصريحاته، والتي قال فيها إن بلاده دخلت حربا غير متوقعة ودون مبرر واضح. وعبر رئيس أركان الجيش الإثيوبي عن رفضه لقرار رئيس الوزراء الإثيوبي بنقل قوات من كل مناطق إثيوبيا إلى إقليم تيجراي الشمالية. وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي إن هذه الحرب ليست فقط مخزية بل إنها عبثية، وتابع أنه سيحرص على ألا تطال الحرب وسط البلاد وأن تبقى منحصرة في إقليم تيجراي. وفي سياق متصل أفادت مصادر عسكرية رافعة المستوى في تقرير لوكالة رويترز الأمريكية أن هناك حالة من الغليان داخل الجيش الإثيوبي بسبب سير المعارك في الشمال، معتبرين أن ذلك القرار يزيد من حجم الأزمة ولا ينبئ بحلها. وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من قيادات الجيش الإثيوبية أعلنوا عن رفضهم للتوجه إلى تيجراي للمشاركة في المعارك هناك التي اعتبروها حربا ضد المواطن الإثيوبي وليس ضد المعتدين، وأن تلك الحرب من شأنها أن تقسم البلاد وتزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أصدر مرسوما يقضي بإعلان حالة الطوارئ في إقليم تيجراي شمالي البلاد لمدة 6 أشهر وفقا للدستور. وجاء هذا الإعلان في أعقاب اشتباكات بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد ادعاء رئيس الوزراء أبي أحمد شن القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هجمات على القوات الحكومية. الأمر الغريب أن أصابع الاتهام ما توجهت صوب جمهورية مصر العربية في تلك الأزمة، بل واتهموها بأنها من أشعلت فتيل الأزمة في الإقليم الشمالي. وبالرغم من محاولات الحكومة الإثيوبية الترويج إلى أن مصر هي السبب وراء تلك الأزمة، إلا أنها لم تملك أي أدلة على تلك الاتهامات، بل وصل الأمر إلى المكايدة السياسية ومحاولة تأليب الرأي العام العالمي ضد مصر. وتصاعد التوتر منذ سبتمبر الماضي عندما أجرى إقليم تيجراي انتخابات في تحدي للحكومة الاتحادية التي وصفت التصويت بأنه غير قانونية. اعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت يوم السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيجراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا والذي يهدد بالانفصال. وتواجه دول العالم والمنطقة مخاوف من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات فيدرالية إلى الإقليم. وفي وقت سابق أعلن أبي تدمير صواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر في مدينة ميكيلي ومدن أخرى على مقربة منها، وذلك في غارات جوية وفق ما أوردت شبكة فانا الإخبارية الحكومية. وبعد 3 أيام من إعلانه شن عملية عسكرية ضد المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيجراي، صوت مجلس الاتحاد في البرلمان على إلغاء هذا المجلس. وأوردت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن الغرفة العليا في البرلمان صادقت على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيجراي وتشكيل إدارة انتقالية. واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانونية يسمح بتدخل فيدرالية في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري. وأوردت الإذاعة أن الإدارة الانتقالية ستكلف إجراء انتخابات مقبولة دستورياً وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، توعد أبي بشن مزيد من الضربات الجوية
وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. ويهيمن أبناء إقليم تيجراي على الحياة السياسية في إثيوبيا لعشرات السنين، لكنهم يعانون من تعرضهم للاضطهاد في ظل حكم أبي أحمد الذي ينتمي لعرق الأورمو، الذي أمر باعتقال العشرات من كبار مسؤولي الجيش والسياسة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إطار حملة مزعومة على الفساد. وتقع أكبر قيادة في الجيش الانتخابي ومعظم أسلحته الثقيلة في تيجراي، ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيجراي وانضمامهم إلى قوات الإقليم. ويقول الخبراء إن قوام قوات تيجراي يصل إلى 250 ألف رجل، ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وبلغ التوتر ذروته مؤخرا مع تبادل الجانبين الاتهامات بالتخطيط لصراع عسكري. وقالت مصادر إن جهودا تبذل خلف الكواليس لتشجيع الطرفين على الدخول في محادثات بضغط من الاتحاد الإفريقي، لكن المبادرة قبلت بمقاومة من السلطات في أديس أبابا التي تصر على ضرورة القضاء على التهديد الذي تمثله الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتيريش عن قلقه بشأن القتال في إقليم تيجراي، وقال غواتيريش عبر تويتر إن استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الإفريقي برمتها، أدعو إلى وقف التصعيد فورا وحل النزاع بشكل سلمي. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام إن غواتيريش سيجري محادثات هاتفية مع أديس أبابا لمحاولة وقف التصعيد في تيجراي. وأشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص للقرن الإفريقي بارفي أونانجا أنيانجا وصل إلى العاصمة الإثيوبية، مؤكدا أن الوضع الراهن في البلاد يشكل خطرا على المنطقة.